السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعين مشاهدي الأعزاء لقناتكم إبراهيم للعقارات مكناس، اليوم سنقترح عليكم أرخص شقة ممكن أنكم تشوفوا، أرخص شقة بالنسبة للشقق اللي تيكون عندهم جوج ديال الواجهات. بالنسبة لهذا الموقع اللي تنتواجد فيه حاليا، ممكن أن الشقة ديال واجهة وحدة يكون الثمن ديالها أغلى من هذه. هذا يعني ان الشقه اللي تنقدم لكم اليوم فيها انخفاض في الثمن. شو على الدخله تلقاو جوج ديال الصالونات اللي هما كبار، فينيسيو ممتازه، الصباغه بلاتينيا بالنسبه للصالون، ارضيه فايانس كومباكتو، عندنا الفاسك لافابو على الدخله، الدروج كاملين ارخام في الزقمة ديالهم، وعندنا لي كارد كور اينوكس. الباب ديال الدخلة كامل بالمادري ليطا، الفايانس كومباكتو الحجم الكبير، فايانس المستورد من اسبانيا. نعطيكم واحد الغرفة، شو ما شاء الله الغرفة كبيرة، وعندك إطلالة اللي هي مفتوحة. ها الغرفة ديال الوالدين كاملة نوافذ، المقاول اختار أنه يعطيها هكا لأن أنفاس معاك ما كاينش البن، مجرد أنفاس معاك بحال قلتي شكل ديال الإدارات، البني ديالهم حاضر. والشقة اللي تتواجدو فيها اليوم فهي شقة اللي تتواجد في الطابق الثاني. بالنسبة لهاد الغرفة كاملة بهاد الديكور ديال بابي بان، فينيسيون تبارك الله، المقاول كما تنقولو مسير على هاد الشقة. فاليوم عطينا تخفيض في الثمن باش انه يبيع في اقرب الاجل وظروف خاصة. فملي تنسمع ان الثمن اللي تيكون رخيص راه تنتشجع انني نقدم لكم العقار وبالثمن الحقيقي ديالو. اذا عند الدخله لقينا الصالونات، هنا كما ذكرت لكم الغرفه رقم واحد، هنا الغرفه رقم جوج، راه النوافذ كامله الشعر، والغرف تبارك الله راه مساحه اللي هي كبيره. بالنسبة لهاد الغرفة اللي نازل فيها البيدور اللي هو كامل بالبخي، الشقة كما ذكرت بجوج ديال الواجهات، الحيوطة جايين مطوبين كاملين دوبل كروازو بالنسبة للواجهات، لاستالاسيون ديال النيميريكو ديال التلفازة كاينة في الغرف كاملين، والمطبخ اللي ستسول عليه لالا مولاتي هنا، مطبخ تيجي بمساحة كبيرة. شو لي بلاكا بطروانية، بالإضافة أن المطبخ كيتوفر على بالكون، رخام جرانيت من النوع الممتاز، جبنا الإينوكس، وكما لاحظنا بالنسبة للبلاكا عندك طروانية. الشقة مفيهاش جرام ديال الشطار. الثمن بالنسبة لهذا الموقع راه الشقة ديال واجهة وحدة تيوصل الثمن ديال 56 54 كأقل حاجة. الشقة اللي تنقدم لكم اليوم بهاد الامتيازات وبالمساحة الكبيرة ديال 120 متر كاري بالثمن ديال 58 مليون تقريبا، فيها تخفيض ديال 6 ملايين حتى 8. فالناس اللي مهتمين يراسلونا في أقرب الأجل ونديرو معاهم زيارة لعين المكان ونكتشفوا معهم هذه الميزة العقارية. هذه الغرفة رقم ثلاثة، ما بقيتش نطول عليكم بزاف في هذه الشقة، شقة اللي تستاهل في التصوير ديالها 10 أو 12 دقيقة، ما بقيتش نطلب لكم بزاف من الوقت ديالكم. إذا عندنا جوج ديال الصالونات اللي جايين متقابلين، بالنسبة لهذا الكولوار تيجي بنا الغرفة رقم واحد وجوج والغرفة رقم ثلاثة. هنا لقينا المطبخ اللي تيجي بمساحة كبيرة بالإضافة للصالة مونجي ديالو،
تيبقى لنا الحمامات اللي تيجيو مهزولين. هنا عندنا الحمام ديال الضياف، عندك لافابو، عندك الرشاش والطواليط، وهنا تلقاو طواليط بلديه بجوج ديال الصنابير بالماء البارد والسخون، تنجرات كاملة بالعود الليطر. فتنتمنى أن العقار يكون نال الرضا والإعجاب ديالكم. كان معكم أخوكم إبراهيم، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.